الخوت نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيت مع بنات اختي جينا واحد المكتبه هذه واحد لافونتاج اللي كيديروا معاك وانا كتجيب لاكارت ديالك. بالحق انا ما عنديش لاكارت. واخا كتجيب لاكارت مثلا ديال بنات اختي كتدخل مكتبك كتعزل الكتاب اللي بغيتي كيسلفوا لك ماشي كتاب واحد. بالحق شو شغلك هذاك 3 4 5 الله الله يجعلك دي 9 كتب 10 المهم حسب المعلومات اللي خديت. المهم انا جيت مع بنات اختي وكنقلب على شي كتاب لانني كنقرا بحق الطاليانيه ولكن ما داخلش مدرسه داروا معايا مدرسه في شهر 9 كنعزل الكتاب اللي بغيت وبالحق لو اختي بنت اختي اللي غتجيب لي اللي غادي نقرا حيت مازال خصني شي وقت. الناس راه عارفين المزاليد الطاليانيه عارفين الخوت هما 4 كتوبه هذه 100 المهم نحاول نقرا على الاقل نقرا شي كتاب واحد بعدا نقرا غير هذا بوم نتعلم غير كيفاش ننطق. الغرض ديالي هو نتعلم كيفاش نخرج الكلمات مقادين بوم هادشي اللي كاين كتلقى شي الوقت هادشي الناس راه عارفين هادشي الناس الجاليه المقيمه في القضيه راه عارفين هادشي لان اللغه شي تبغي الوقت كتبغي شي الوقت هو ان شاء الله يجعل الله خير هادشي اللي كاين. تحيه لكم بارطاجيت معكم غير هاد المعلومه هذه.